هاي بانكسي هو فنان جرافيتي انجليزي مشهور ومجهول بنفس الوقت. البعض بيعتقد انه اسمه روبرت جونينغهام، بس لليوم ما في تأكيد على هويته الحقيقية. ظهرت رسوماته بالعديد من المواقع ببريطانيا وحول العالم كمان، مثل بالضفة الغربية على الجدار العازل. تتنوع رسوماته بالموضوع وبتشمل بأغلبها مواضيع سياسية وثقافية وأخلاقية واقتصادية. ظهرت أولى رسوماته سنة 2003 على حيطان بريستول ولندن، وأثارت العديد من التساؤلات حول شخصه وأفكاره، خصوصاً صورة الموناليزا يلي حاملة قنبله. بال2007 حصل بانكسي على جائزة اي تي في كأعظم فنان بيعيش ببريطانيا، ومثل ما كان متوقع ما اجى لاستلام جائزته. مين قال انه لوحة ديفولفد بارلمنت يلي بتصور السعيدين محل المسؤولين بمجلس العموم البريطاني معروضة للبيع بالمزاد العلني بحوالي 1,500,000 دولار؟ انا قال بشوفكم بكره.